ورجعنا لكم ورجعنا لكم بعد الفاصل ومنورنا في الاستوديو مصفف الشعر صبري حسنين اهلا بيك يا صبري حضرتك أخبارك, إيه؟ اخبارك ايه الحمد لله كله ازيك يا استاذه هدى حنان اخبارك ايه ايه القمر ده حسنين. صبري هندخل معاك بقى على طول كده لان الاسئله جايه كتير قوي عشانك او ما عرفوا ان معانا مصفف شعر يعني جاينا كميه اسئله فظيعه قولي بقى الالوان ايه الالوان الموضه اللي ممكن موجوده دلوقتي طبعا احنا داخلين على الصيف م. اكتر الوان بصراحه في الصيف بتكون يعني اكتر انتشارا اللي هي الاش بلوند بكل درجاته يعني عندك الاش بلوند والاشقرات كلها آه في البربل والموفات كل ده, جديد ده طالع جديد كل ده طالع جديد, جديد وموضه اكتر كمان في الصيف وبالنسبه حتى للبشره يعني ساعات بيجي لي كلاين بشرته شويه سمراء او امحاوية تبقى عايزه تعمل بلوند نفسها بمسكرة. تعمل بلوند ومش عارفه مفيش مشكله هي الفكره في ايه؟ الفكره ان احنا بننسق ازاي الدرجات بحيث ان هي يعني تفي... ممكن تجيب لها درجه قريبه مش لازم البلوند مش لازم البلوند المنور ممكن نعمل حاجه اللي هو على الجنيه مقفوله شويه مقفوله شويه آه. وبعدين بنبتدي الروتس بتبقى اكتر موضة دلوقتي غامقه غامقه بتبقى وطلع اكتر ان هي تبقى حتى بني واسود واللون تحت مختلف يعني انا بشوف ده كتير بالظبط لما بتكون غامقه بتبقى افضل ليه؟ لان ما بتحتاجش تعمل ميك اب أه الحاجه الثانيه بتكون اكتر على بشرتها طبعا بتنور الوش بتنور الوش اكتر وتقدر تعمل اللي هي عايزاه طيب أه صبري دلوقتي طبعا احنا داخلين على موسم الصيف وموسم الصيف اغلبه بيبقى عرايس آه الجواز والخطوبة والحاجات دي احنا دلوقتي لو لو فرح مثلا الصبح واحنا عايزين نعمل تسريحة بسيطة خالص ممكن نعمل ايه؟ ممكن تولينا لو فرح الصبح ممكن نعمل حاجة سايبة لو م. الصبح السايب يبقى أفضل الصبح السايب يبقى أفضل الصبح وبيبقى شكله أكتر يعني ناتورال طبيعي, طبيعي أكتر وبيبقى شكله حلو جدا م. طب ورينا بقى كده ممكن احنا ممكن نعمل حاجة سريعة هات مشت البند بيجي لك حد بيطلب حاجة معينة مثلا تسريحة معينة ولا ولا انت اللي بتشوف كل حد تدويرة وشها حد وش طويل حد وش مدور اللي يليق معاه مثلا الصبح بالليل ولا هي اللي بتيجي تفرض عليك انا عايزة تسريحة كذا ولا ايه اللي بيتم بالظبط؟ بيحصل احيانا بيحصل طبعا حد بيكون جاي لي بيكون هو مختار اوريدي تسريحة أه وشكله معين م. بس طبعا لما بيجي لي اكتر بنعمل بروفا وبيكون في ممكن تغيروا يكون بيكون في طبعا اختيارات احسن وممكن يعني تحس ان في حاجه افضل من اللي هي مختارها اعتقد صبري هي بمجرد ان هي وصلت لك او او جات لك هي هي خلاص هي هي واثقه فيك لان العرايس بتبقى قلقه جدا في اختيار الميك اب في اختيار الشعر في اختيار الفستان، فبمجرد ان هي وصلت لك اصلا فدي مرحله كويسه ان هي واثقه فيك ان انت هتطلعها بتكون بشكل... بتكون جدا و... وده الطبيعي ان هي عروسه طبعا نفسها تطلع احسن حاجه. آه طبعا انا ب... يعني بختار معاها والافضل بنختار معاها درجه الالوان م. بحيث ان احنا حتى لو عملنا شكل تسريحه آه بيكون شكلها باين اكتر وشكلها فاشون اكتر. طيب يعني ليه دلوقتي ما بقاش زي زمان زمان كان لازم العروسه تروح تعمل شعرها على لون يعني لو هي شعرها اسود لازم تعمله بلوند دلوقتي بقيت اشوف ان كل شعرهم اسود لا بيحتفظوا بنفس اللون ده بيبقى ترشيحات منكم ولا ولا بيبقى ايه لما بيكون حد الحقيقه يعني شعره اوريدي هو يعني الشعر طبيعته غامق بزياده مم. بنعمل برضه بنكسر الالوان مش لازم نعمل بلوندات بس هي هتحس ان هي غيرت عملت حاجه مختلفه او جديده اه بنعمل طبعا بنكسر الاسود وممكن نعمل ديب داي نعمل لو لايت مم. بتحس طبعا بفرق جامد من غير ما احنا ما من نهلك الشعر لان اهم حاجه عندي برضه نعمل لوك ونحافظ على الشعر اللون ما نهلكهوش قوي بالظبط إحنا كده بنعمل تسريحة بسيطة بنعمل جدا بنعمل حاجة بسيطة جدا حاجة سيمبل لل... للصبح للأفراح اللي دي بتبقى دي الصبح دي بتبقى الصبح أفضل طبعاً مم. لو مكاننا أه. أوبن إير مثلا أو حاجة بي... 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 بتحتاج إن أنت تحط مثبتات وحاجات أكتر ولا هو هو عادي؟ لا هو طالما يعني الشعر نفسه طالما يعني كويس في البنس وفراشين ما بيحتاجش طبعا سبري كتير لان كده كده اوريدي حتى مهما احط سبري الجو كده كده هتبقى حاجه مم. مفتوحه فاهم حاجه عندي ان انا اثبته كويس طيب تمام طيب. آه، صبري عايزك تكلمني دلوقتي عن القصات الجديده الـ او او ايه القصه مع اللون ليها علاقه ولا ولا القصه مالهاش علاقه باللون؟ يعني مثلا لو انا قصة شعري قصير والله السؤال ده حلو قوي بص انا بحس والافضل يعني الشعر القصير ما ينفعش يكون غامق بالظبط لازم يبقى فيه لازم في حركه يعني آه. بتحس ان هي إيه اكتر شقيه كده وبيكون شكله طبعا حلو جدا عليها مم. والحاجات النص ونص والحاجات آه طبعا دلوقتي آه الله. في حاجات كتيرة جدا بصوا شايفين تغيرتي خالص <applause> طبعا دي بتعمل فيها اكتر من فكرة آه وهو سايب برضو تعمل اكتر من فكرة مم. يعني احنا لمين حاجة بسيطة جدا كده لا بصوا كده الشعر آه ممكن اعمل فيه برضو شويه فوليوم لو هي حابه تمام ممكن نثبت بقى مكاننا هو اصلا آه كده في فوليوم كتير مش مش قليل الا يعني. لو حابه نعمل شكل اكتر, من ورا آه في ايدينا برضو احيانا حد بيطلب منا عايز حاجه سيمبل خالص مش عايز حاجه آه So بس كده بسيط قوي وشيك قوي وان التاج متهيألي يكون عريض شويه مع التسريحه البسيطه دي آه بيبقى افضل. لان مفيش كده كده اوريدي تسريحه فعايزين برضو ندي شكل يعني نحسسها ان هي عروسه مم. فلازم نعمل اكسسوارز كده يعني مم. شويه ظاهره. مم. انا عش... بفضل الحاجات البسيطه دي يعني. اه هو مم. اصلا موضه الفتره دي. مم. لا من زمان من زمان انا عامله الموضوع ده بس كان لطيف رجع يعني. كل كل الشغل القديم طبعا رجع كله رجع تاني زمان كنا بنشوف سعاد حسني لما طلعت بدور عروسه او او كل الفنانين بتوع زمان كانوا هم دوب بس مسايبين شعرهم والطرحه والتاج وخلاص كده بالظبط ودي حاجه سيمبل خالص حلو قوي الطرحه طبعا بتتحط إيدك. تحت هنا كده بيبقى آه. شكله آه. في ناس بتحب من غير طرحه على فكره في عرايس دلوقتي هي انا مش عايزه ان انا البس طرحه هي بس بتحط الطرحه مجرد م. التصوير وبعد كده ممكن في نص الفرح بتشيل الطرحه طبعا م. م. طيب صبري انا عايزه اطلب منك ان حضرتك تغير القصه دي بحاجه تانية من غير ما ناخد وقت ممكن تعمل حاجه تسريحة تانية؟ تسريحه قصدك مفيش أوه. مشكله تسريحه تانية نعمل حاجه سريعه ممكن نعمل حاجه على نفس يعني لو ممكن نعمل حاجه كده ده بيكون بسيط جدا وبشوف ان هو على شكله كلمنا بقى ازاي البنت تهتم بشعرها طرق العنايه بالشعر بصي هي الحقيقه المشكله ان كل حد بيركز قوي على الوان بيبقى نفسه يعمل موديل جديد مم. وللاسف بينسوا ان هم يهتموا بشعرهم كعنايه حمامات كريم ماسكات ودي حاجه مهمه جدا يعني عشان حاجة تقدر أساسي. تغير يعني بيجي لها بيجي لي طبعا ستات كتيره نفسها تعمل الوان اوريدي شعرها يعني جايه لي بمتبهدل من بره طبعا بتعامل معاها بشكل كويس ومش شرط ان احنا يعني حتى لو حابه تفتح ان احنا نعمل حاجه آه تبهدل الشعر بوصل لها درجه آه يعني نفس الشكل اللي هي بتبقى طالباه من غير ما احنا نبهدل الشعر وطبعا قبلها بكون لازم لازم تهتمي بال بالحمامات الكريم الكريم والحاجات دي أوه. بتفرق بتفرق طب جيدا. صبري الحاجات الجديده اللي نازله في فرد الشعر والحاجات دي البروتين والحاجات دي كلمنا عنهم البروتين طبعا البروتين والبتوكس والكافيار وكل والكافيار وحاجات كده كتير يعني دي ال... دي تاني تسريحه معانا دي تاني تسريحه ما شاء الله ممكن تورينا اه بس اسباتي حلوه قوي بصي للكاميرا ما شاء الله تسلم ايدك ممكن, آه نلم طيب. ممكن نلم طيب وممكن نلم كله طبعا احنا معانا دقيقتين تقريبا ممكن نلم الشعر فيهم اوكي آه البروتين والكافيار والحاجات والكفيار دي آه وايه تاني انواع كتير اسامي كتير قوي اسامي كتير جدا بس م. طبعا مش بتفرق كل حاجة ايه عن ايه عن ال هو المقصود منها في الاخر ان هي حاجات بتفرد الشعر, أحنا عايزين الشعر الشعر المجعد الشعر اللي هو بيبقى خشن شويه فدي حاجات بتخليه دايما ليش من غير ما نعمل سشوار وصحى وصبري من غير سشوار ومن غير بيبليس او حاجه ففي كذا اسم ليها يعني احيانا بيجي لي حد طبعا مضغوط مش فاضي يعمل حمامات كريم وتابع معاه أه لو أه. حد مثلا لو واحده بتشتغل او حاجه هي مش فاضيه ان هي كل يوم تروح الصالون فبت بتفضل ان هي تعمل البروتين اللي هو بيبقى بيفرد الشعر شويه آه لكنه معمول مش قصه بيفرد وبس لان برده بيجي لي شعر احيانا بيكون اوريدي مفرود بس آه هي محتاجه يعني ان الشعر هو الشعر نفسه محتاج بس تغذيه هو بيغذي الشعر آه كمان لانه احيانا بيبقى اللون مطفي ما فيهوش اللمعه عايزين نعمل حاجه شكلها آه تناسب الشعر مم. لان مش كل حاجه بتمشي على اي فتله شعر مم. بتفرق الماتيريال بتاعه الصبغات الماتيريال بتفرق جدا جدا ولا بيبقى مصفف الشعر هو اللي شاطر شويه بزياده هو الحقيقه الاثنين الاثنين بيكملوا بعض الاثنين يعني بكمل. في لون مثلا احمر تلاقيه حد عامل لون طالع لون احمر حلو جدا وحد تاني مطلع لون احمر لا مش يعني اللون الاحمر ده آه طبعا خلي بالك ده موضه جدا جدا في الصيف بس آه ان حد يطلعه بشكل منسق وبشكل حلو بيبقى على لون البشر. احمر آه احمر شيك وفي احمر لا ما يعني تحس ان هو آه بلدي شويه هات لي الاحمر آه الاحمر في منه آه بلدي فعلا بيطلع بشكل مش حلو اه وفي من الأحمر بيطلع, بيطلع, بيطلع شيك جدا لو اللون جداً. لو شكله مش حلو بيبقى يعني هو بيليق الاحمر اكتر على الوان البشره ايه السمراء الاحمرات بتليق على السمراء طبعا وباختلاف مش اي احمر بيليق على السمراء برضه م. لان في درجات معينه بتبقى محتاجه بشره وخلي بالك والابيض بتبقى اشقر بتبقى الاحمرات تحفه عليها تبقى منوره بس الاسمر طبعا زي البلوند بالظبط محتاج ان احنا ازاي آه ننسق الدرجه بحيث ان هي تليق على البشره هي ابتدت ان انت تلم الشعر معانا عشان تعمل لنا بصرح. تسريحه ملمومه شويه بنعمل حاجه شكلها ملموم شويه وحاجه احنا معانا ثواني يا يا بصرح. استاذ صبري عايزين نوري المشاهدين قبل ما نختم بسرعه بسرعه بس كويس ان من نفس ال... من نفس القصه انت بت بتغير ل... لتسريحه ثانيه خالص من نفس التسريحه بتغير لتسريحه ثانيه خالص عندي اشكال كتير هنا هنحط التاج ولا مش هنحط التاج هنا برضه هنحط تاج صغير طيب ممكن نورينا بقى التاج؟ حاضر هات بسرعه الحقيقه انا مش عايزه اختم غير لما نشوف التاج ونشوف الشكل النهائي احنا معانا ثواني انا خلاص اقل من دقيقه بالظبط ثواني بالظبط وهنشوف التاج معانا تمام اوكي ممكن تجيبي التاج بقى جهز لي التاج بسرعه آه صبري انا بجد مبسوطه جدا من ال... من التشريف حضرتك طبعا معانا ومبسوطه من التصريحات المختلفه اللي بتعملها ومبسوطه ان في ناس كتير قوي واثقه فيك وواثقه في مكانك. انا مبسوط بحضرتك جدا و... 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 وان انت حد امين جدا مع مع العملاء بتوعك يعني. لازم بصراحه لو... لو جاي حد... دي ضروري ضروري